أغني عنها. والشعب الأوروبي كله صاير لبيكي يا جندار، لبيكي يا جندار. شو هالأيام يا جماعة، شو عم بيصير؟ أنا أكيد هيدا يوم الدينونة، بكل العالم صايرة دينونة دينونة دينونة. شو هالداعش؟ قال شو داعش؟ جايين بدهم يقطشوا لنا روسنا. شو مستطيل؟ مش عارفين إنه نحن اللبنانية أصلاً بلا راس؟ ما عم نقطش روس بعدنا لوحدنا، بلاش ميلتون. يعني لو نطروا سنتين كانوا فاتوا علينا على نظافة. عن جد، اصلا حتى لو سيطروا علينا داعش، يعني ما بتسمهم شو بيصير اذا سيطروا علينا داعش؟ انه كوميدي نايت بيصير ليلة الكوميديا البذيئة. بيبطل فينا نحضر هيفا وهبة. ولا مايا دياب ولا ميريام فارس، ماكسيموم مين منشين منشوف؟ كلودا الشمالي. فيسبوك بيصير بس للرجال، الصبايا بيصير عندكم ايس بوك. وبدل انستغرام استغفر الله العظيم. في الليلة مغتربين بالصال؟ جيبوا لهم شمبانيا، قطعة نادرة المغتربين، كاس المغتربين everybody، كاس المغتربين وكاس اخت اللي بعدهم برات لبنان. هلا مين اكثر شيء عم بينزعج من المغتربين اللبنانيه والمرحلين اللبنانيه اللي عم يرجعوا من افريقيا ومن الخليج؟ مين اكثر شيء مزعوج منهم؟ اللاجئين السوريين. بلشوا يبربروا بين بعضهم، عم بيصير في كثير لبنانيه بالبلد. عم ياخذوا من دربنا شغل، عم يعملوا لنا زحمه سير. في الليله سوريه بالسهر؟ مليونين سوري، في واحد هون؟ انا اكيد في سوريه بس ما عم يسترجوا يقولوا. هلا الاخوان السوريين ما عبرتوا عن وجودكم معنا، ما تزعلوا منا انه عم ننكت عليكم، مع عنا 4 ملايين لبناني ومليونين سوري، يعني لوجيكلي بالمنطق على كل 4 نكت عن اللبنانيه بحق لهم نكتين عن السوريه. لا، نكت السوريه عن مين جبال عم بتكون؟ عن الحماصنة. مرة واحد حمصة تلفن للدكتور، قال له ألو دكتور عندي كوليسترول شو بعمل؟ قال له الدكتور بدك تمشي. بعد شهر دق، قال له دكتور صرت بتركيا بكفي؟ رغم كل شيء، رغم كل شيء بيضلوا لبنان بلدنا، بيضلوا لبنان منارة الشرق عن جد، حتى رغم الزبالة. معقول قصة الزبالة يا جماعة؟ يعني وصلنا لمرحلة انه بطلنا نعرف اذا الزبالة بقلب البرميل ولا البرميل بقلب الزبالة. بس الشغلة حلوة بالزبالة انه وصلنا لمرحلة كمان انه كيف ما بتكب الكيس بيجي بالزبالة. بتكبه من السيارة بيجي بالزبالة، بتكبه من البلكونة بيجي بالزبالة، اذا ما كبيته الزبالة بتوصل لعنده. أنا قلت لكم هيك وتبقوا قولوا هيدا الزبال. بس عن جد رغم كل شيء بضلوا لبنان منارة الشرق، بضلوا لبنان بلدنا. بعدين في عنا أمان بلبنان، لبنان بلد كتير آمن، في عنا أمان بلبنان لدرجة لدرجة إذا بحط إصبعي ببريز الكهرباء ما بتكهرب. شغلة عظيمة هاي، بالمغطس ما بصحت لأنه ما في مي بالحنفية. عن جد بعدين كله عم يتصارح مع كله، كله عم بيحب كله. يعني معقولة سعد الحريري رشح سليمان فرنجية على الرئاسة؟ معقولة جنرال طلع على معراب؟ شو حلو شو حلو. حتى جنرال عون وسليمان فرنجية متفقين على كل شيء، كل شيء متفقين عليه، بس مختلفين على شغلة وحدة صغيرة بسيطة، الرئاسة. أي رئاسة؟ اي رئاسة يا سليمان بيك؟ شو هالكرسي الرئاسة قديه وخدنه يا خي؟ بدلوها بتخت بيساعهم كلهم هيك، هن بينبسطوا ونحن بنرتاح. ان بليس وليد جملات مرشح انري حلو على رئاسة الجمهورية. مين انري حلو بتعرفين؟ انت بتعرفي، حدا غيرك بيعرفه يمكن. انري حلو، بس انا بدي اصدمكم، انا ما انري حلو رئيس للجمهورية، عن جد انا ما انري حلو. هيك بدل قصر بعبدا بيصير قصر الحلو، ها؟ قصر بعبدا بيصير قصر حلو والشعب كله حلاب.
هي مشكلة الانتخابات الرئاسية جاية من وراء مشكلة الانتخابات النيابية. يعني نحن نوابنا قد ما كانوا ناجحين أول 4 سنين مددوا لحالهم مرة تانية بالباتاكس قاعدين مش بالسرمية ما عم بيفلوا. يعني نوابنا باقيين هن ذاتهم، يعني رئيس النواب باقي هو ذاته. فأنا بقترح إنه نعدل الدستور، بصير عنا رئيس الجمهورية ماروني، رئيس الوزراء سنة، رئيس النواب نبيه بري. نبيه بري نايبك مدى الحياة. عن جد غريب كيف بقى عايشين بلبنان نحن. غريب كيف جيتوا لعنا اليوم بعز هالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. يعني أنا شخصيا ماني ظاهر من بيتي، فبتعتبروا بيتي بيتكم. فسيت باك ريلاكس ميك يور سيلف كومفورتبل، اشرح سكربيني يا تقبريني. شرحت ايه. هلا انا كمان بدي اتفرع، حدا بيساعدني لاشلح. ما حدا بيساعدني لاشلح. طب انا عندي مين يشلحني؟ لاتا. يس مستر. اوه مستر، you look really hot in this costume. Oh, thank you. Oh, Lata, 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 we have people, not now. But then, Lata, you work here, don't take advantage of me. Take off my clothes, but no touch. I'm sexy and I know it. No, Lata, stop it. We have people. When they go, I come to your room. But then, Lata, don't take advantage. وإلا خلي جو معلوف يعمل حلقة عني. No, Mister, no. برني لا ما تزعلي. عن جد ما بقدر هد النسوان عني. مين اجينا هلا؟ سلم هيك واحد سئيل. هشام ماريو. لوكينج هات. يوتيوب. هلا يا ابي ماريو. الله قوات حكيم وبس. والله قوات حكيم وبس. لا ثابت على موقفك. شو؟ كل عمري بقول لك عنده كاريزما. بدنا نرحب كلنا بهشام، بدنا نقول له هاي هشام كيفك صبا؟ 1 2 3 هاي هشام كيفك صبا؟ صبا كيفكم انتم؟ كيفك ابو المر؟ حبيبي لا تعود. سوري مان، كنت عند الحكيم. شو بك؟ عم دغري صرت بمعرب؟ لا كنت عند الدكتور يا خيي. دكتور جعجع هالقد سريع؟ لك يا خيي دكتور حقيقي معه شهادة. شو بك؟ لا بعدك من شو اسمه؟ ما هي كتبناها قبل الاتفاق. شو من كبة؟ لا الأفكار حقها مصاري معلم. ايه كنت عند الدكتور عم بعمل فحص بروستات. اوف بروستات؟ بعمرك؟ عم انا اكبر منك مش عامل فحص بروستات. حدا عامل فحص بروستات هون؟ ماريو حتى اللي عامل ما بيقول لك. سيل شوي لانه. طب خبرني هيك حتى بالجو لقال شو ناطرني بالمستقبل. رح خبرك، بتروح عند الحكيم. بيبرمك هيك، بحط ايده اليمين على كتفك اليمين. وايده الشمال. لا لحظه سوري انا مغلبه. بحط ايده الشمال على كتفك الشمال. وايده اليمين. لحظه. التينو كانوا على كتافي. اللي بيشوف عصاك. يعني كان اشرف لك تطلع معراب. ولا انت معود بالرابية؟ هذه برات النص بس. لا هذه بالنص. انا عم اقول لي فايت عم يمشي هيك. لا 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 عم بمشي هيك لانه طلع معي كوليسترول. قال لي الحكيم بعد عن البيض. ليك هشام حياتي ما عرفت انا البروستات بالسين ولا بالصاد؟ انا على علمي بالطيز.
شربك شو عم جرب جلس الايماج تبعيته بترجع بتحرقنا انا جاهز جلس الايماج على حسابي طاب ضيفنا شي كاس يا خيي وا بيجي لعندك شو بدك تشرب جيب فودكا اورانج فودكا شو ما كان فودكا بعدك اورانج يا خيي فودكا دايت 7 بدنا نشرب طيب يا لاتا وان فودكا اورانج وان كونياك لنتكنيك شوي شو جايب بنتي شو بيك يا شام شو حالك شوي شو هاي اللي فاتت هلا هيدي لاتا هيدي جديدة أول ما لقيت أحلى منها بالمكتب عن جد يلي قبلها كانت أحلى هشام كان لازم تجي لعندي قبل هاي جايبها من المكتب ولا من وينها؟ شو بيك شد حالك شوي ماريو جاي لهون؟ ايه وين بدها تروح؟ هشام خد مركز This is for me؟ شو قصتك شو ماي سخنة ماي مسقعة فترة المي يعني ما قالت لي فور مي فكرت عم تحكي عن ثانك يو لاتا شو اسمها؟ لاتا لاتا؟ ايه كثير خرج لاتا شو هاي مان؟ شايف؟ ياي مان نيال قلبك على اللاتا شو هاللاتا منين جايبها هيك؟ مان لو بتشوف اللاتا اللي عندي انا ولا يا لطيف ملا لاتا هل شفت لانك اعزب رحت جبت لاتا اللي انت بدك اياها لو بتشوف مرتي ملا لاتا نقت لي عن جد يا لطيف اوه كثير قوية كتير قوية مان عالطبلينة قلت لي إياها وممنوع اظهر وممنوع اظهر بدونها مان رحنا على سريلانكا لنجيبها ممنوع اظهر بدونها مان ما جبتها معك مثل البادي جارد شي قوي شي كتير قوي لا تا شو هيدا هلا شو هيدا أنا قلت لي إياها عالطبلية معلم عالطبلية ولا طبلية لا بتحب المنجين تعمل لك شو كمان اي شو بكون عم يرعاها ظهره شو بس ليك طلع فيها مظبوط ما بتشبه احلام ماريو ايه بس على مره اكثر ماريو 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 جاي لهون عمال حالك ميت في شي بينك وبينها ايه مان ليك لا مزبوط انه رحنا على سريلانكا مان جبناها 7 ساعات بالطياره لنجيب هاي مزبوط سريلانكا بلد كثير فقير فقير انا رحت وشفت اللي بيقول لك سريلانكا بلد فقير قال له كذاب ماريو ما في بيت ما في سريلانكيه بشرفك طب حط لنا شي واحد بيجي لعندك حط شي نحضره يا زلمه شو بدك تحضر؟ يلا شي حط شو عندك؟ ليك عندي DVD كوميدي نايت القديمة؟ لا هيدي ما هلا عم نصورها كيف بدك تحطها؟ لا ما هن تبع الكرسمة كثير قوية صوروها قبلنا صوري ايه صوروها بعدين كتبناها بعدين حط ايه كثير قوية بتكون غالية بس لا بألف ليرة 5 ممثلين بألف ليرة شايف؟ يعني أنت ما بتسوى ربع حط لنحضر هيدا بلاي اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبيتوا غنيتي الجديده اوكي منغير الموضوع حبيتوا الاكل ماريو بعقد كان هشام ضحكوكم كثير ايه طلعنا بسليبرتي دويتس اوكي على ال بي سي ديو المشاهير من شي سنتين ونجحت وقلنا بنعمل غنيه هيا هنادين كمان طلعت بسليبرتي دويتس ونجحت كمان وعملت غنيه كمان بتذكر غنيتيها بمسلسل من مسلسلاتك كمان ايه مش هيدي اللي بتقولي لا 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 كلماتها رهيبة بس عن جد نادين اللي كتب لك اياها تمام امزح امزح مرة الجاية انا بكتب لك غنية لو 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 احسن بس انا في سبب ليه سحبت غنيتي من السوق عن جد سحبت غنيتي لانه عن جد يعني نادين ما بقى لازم نغني نحن لانه في شخص طلع وحطمنا الشيف انطوان من بعد الشيف انطوان ما حدا يغني يعني ايه بنفس البروجرام زلمي عنده قدره انه يغني بهالصوت الرائع اللي عنده ياه لا 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 لا
ينعم بأي سكرة ينعم بأي سكرة جيبوا لي طبو ليه دار 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 ليه دار إنه ليه بعدنا عم نغني عن جد ليه بنجرب نغني يا أخي ما بعرف بس صراحة أنا مع إنه كل واحد إذا عنده شوية صوت إذا كان برات مجال الغناء يعني إنه مش غلط إذا غنى إن كان ممثل إعلامي سياسي عارض أزياء رياضي إنه عنده شوية صوت مش غلط إذا عامل غنية مثلا في كتير إعلاميين هلأ خلينا نحكي عن الإعلاميين في كم إعلامي إنه حرام ضيعين مواهبهم بالإشياء اللي عم يعملوها إنه بالإعلام وليد عبود مثلا عنده صوت وليد عبود دخلك يا طير اللوار أو رحلك من صوب مشوار أو سلم لي على الحبايب في الاستوديو خبرني بحالهم شو صار طيري طيري يا عصفورة أو مثلا مارسيل غانم مارسيل عنده كاريزما عنده لوك برونزاج كرافتات يعني أصلا ما فيني أتخيله ما فيني أتخيل مارسيل غير بغنية وحدة إذا بده يغني سابي قرب الحبيب احلى رولكس في الحياه ساعه 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 او توني بارود صاحبنا توني بارود هيك كثير حماسي بيلبق له اذا غنى لزياد رحباني جي 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 يا علي انا وانا اللي عليكي مش غيري مش عليكي او الاعلامي الكبير جورج ارداحي كثير هيك كمان عنده كاريزما وصوت والقاء بيلبق له كثير اذا غنى اغاني ريكز هيك عندك بحريه يا ريس سمر وشرقيه يا ريس والبحر كويس يا ريس وصلني حبيبي يا احتمال الاول يا ريس احتمال الثاني يا متيس احتمال الثالث يا مقيس احتمال الرابع يا بيعطيكم احتمالات يعني اربع اغاني غنيه وحده شو البوم كامل الزلمه او مالك مكتبي مالك دراما قضيه قصص هيك بحس بيلبق له مارسيل خليفه كثير هيك على نفس الخط هو مارسيل خليفه منتصب القامه امشي مرفوع الهامة أمشي في كف غصن زيتون وعلى كتفي بعد بريك هؤلاء الإعلاميين في كم سياسي مثلا كمان ضايعين مواهبهم السياسي كارلوس إدي شو بعده عم يعمل كارلوس إدي مثلا عنده صوت بعدين ظالمين وحرام بيغني منيح عربي أنا سمعته مرة قال لي أنا حافظها كتير منيح لما بدمك عبزيزي عصديري لما بدمك عصديري شو بحس عالممل صغيري حاسس حالي ملكتكون ما في بالعالم غيري والله بالله حس بالله يلا يلا طلعوا برا بده يمرق رسالة دايما او الرئيس السابق أميل لحود كمان هيك قاعد وبرونزاج وعضلات انه اذا بيغني اغاني وطنية بحس كتير بيلبق له حاسق حساغك لما فرغو كيف شايف للعضلات وديع؟ لا عم بضغط منيح حاسق حصاغك لما فرغ اضرب عدوك لما فرغ سقطت زراعك التقطها سقطت زراعك التقطها ولا فأنت الآن حر وحر وحر يعطيكم العافية بيكمل سباحة الهنجرات البسين وبيرجع دور أو السياسيين مثلا في عارضات الأزياء إذا ما ننتقل لعارضات الأزياء مثلا كمان في كتير عارضات أصواتهم حلوة عارضات الأزياء عن جد أصواتهم حلوة إذا بيغنوا من تمهم صوتهم بعقد بس ما مش مثلا عندكم ميريام كلينك عملت غنية كمان كسرت الأرض وقتها شو كان اسمها؟ عنتر ماي لافلي بوسي ماي لافلي كات هيدي هي
هلا كتار ظلموها انه كلماتها هابطه وموضوعها سخيف وكذا وهيك، بس انا بلومه كان لازم تعملها ديو. اول غنيه كان لازم تعملها ديو مع شي فنان كبير كان بيشقلها، مثلا لو عملت عنتر هي ذاتها مع عاصي الحلاني كانت طلعت غير شكل. يعني تخيلوا عاصي عم بغني عنتر، وراح عنتر معها تركني وغاب يركض وراها بالجل وبالحقل، خلص شباط ورجع لي يدمع عالباب. ولك عمرك شفت شي قط عم يبكي؟ او مع كاظم الساهر مثلا، هيك فرد مرة بمهرجانات بيت الدين عنتر، قومي يا هرعتي عنتر انتي ماي لافلي كات، فبغيري وابركي لا تكوني جميلة. قومي والعقي أصابعي وتعالي واجلسي في حضني قليلا، المياء وقوليها المياء وقوليها. أو مثلا وائل كفوري، أو غنتها مع وائل كفوري هيك كانوا البنات سخسخوا راحوا بالأرض. وائل الخير. بحبه أنا كتير، العنتر عزيز كتير علي وعيني بكير، يغمرني يلعب بين إجري، قرب مني هيك تعا قرب لي، هيك تعا قرب 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 تعا Gentlemen, put your hands together for Tatiana. Hi. انا تاتي هيك بحب يغنجوني. تفضلوا. معقولة واحد بيقول لبنت بتعجبه يقبش وتعطيه شانس؟ أساساً شو معناتها كلمة يقبش؟ لا وبعد في أضرب من هيك، تلطيش على الطريق، على رمش بتمشي، على خد بتعدي، وعلى صلعتي بتبرعتي. بليز مسيو يا ريت بتقلي شو ممكن تحس إذا وحدة برعتت على صلعتك؟ لا وأحلى طلطيش سمعتها لليوم. ولك يقبرني البيضرة شانيل. يا ريت انتو شباب بتتخيلوا نحن البنات شو منعاني وقت اللي منكون ماشيين على الطريق ومنسمع هيك نوع طلطيشات. مشان هيك بدي منكم تغمضوا عيونكم. ايه غمضوا عيونكم كلكم. غمضوا عيونكم وتخيلوا العكس، تخيلوا نحن عم نلطشكم. تاتي هيك. هاي تاتي. هاي سوزي. بيرا. تانكس. شو خبريني كيف كان الويكند؟ ياي ما في اخبركم كيف كان الويكند. بيعقد. كنت سهراني على البار، عجبني الشاب، عليه سحبات، عليه دبحه عيون. ايه بيقتل، ما قدرت طحشت عليه. يعني شربت معه كاسين واخدته على الشاليه، ضليتني شربه 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 لانطفى. بس انطفى شو بدكم يقلي؟ شو
بليز ما تاخدي عني فكرة عاطلة. أنا ابن عائلة، أنا أول مرة بيجي مع بنت على الشاليه، صدقيني بعدني فياج. Alors, mon cher Watson, racine carrée de 552 plus pi 3,14 شو مخبى تحت تيابك؟ ان شاء الله يكون قلبي كبير. هروب 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 هروب. لحظة 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 لحظة. تبين مثل استاذ المدرسة. أنا؟ ليك حبيبي، تعطيني دروس خصوصية أنا وأنت وحدنا بالبيت بس 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 بس. أرجوكي يا آنسة، إذا ما بدك تحكي معي زواج أو شيء جدي ما تتعاطي معي. أنا مني من هيدا النوع من الشباب، مني من فتيان الهوى أنا، يا إلهي. لك هيدا شو ملصلص؟ شكلك بتحب الأكل كثير أنت. بس أنا كنت رايح عند أهلي بس من هون. تعال عندي ناكل بيتزا. بيتزا شو أمي عاملة رز على الدجاج بيتزا قالت لي. يقبش. عيب الشوم عليكي. يا عيب الشوم عليكم. انتو ما عندكم اخوة شباب؟ لكو هيدا شو هالجسد يا اسد؟ اسحب يا ارنب نفسك طويل. شو هالطول مثل قرن الفول؟ يا ريتني تحتك. شو يا حصان؟ صاحبك الطفران؟ تاتي حياتي هيدا انت يا مجنونة. شو؟ اي واز كونفيوزد، عم بسمع حدا عم بلدي شو ما بدي رد، عرفتي؟ اخذت هيدا الموقف انه ما بدي رد، بدي يكون انا، عرفتي؟ كثير حلو الهايلايت، كثير حلو هيدا، كثير حلو، بدي استعيره. مجنونة ولي مجنوني، ليه ما رجعنا شفناك بصف الزومبا؟ يا الله جوجو ما قدرت روح اليوم، خبرني شو تعلمت؟ تعلمت شيء كثير حلو. حلو اوكي؟ علمنا كوتش شيء كثير حلو. 1 2 3 تيز. حلو حلو. 1 2 3 بز. الله الله الله. It was nice. تاتي بعدك مع صاحبك هيدا الطويل اللي عرفتينا عليه؟ ايه بعدني معه. يقبرني امتى بدك تعرينا اياه؟ جوجو نمزح عم نتساءل ريلاكس. هاي ليديز. شو عم بتلتشوا؟ ايه في شباب مهضومي. هاي جايز. يقبرني البيضرة شانيل. ماريو غسيل. اي لاف يو. بدي اخذ سيلفي، بدي اخذ سيلفي مع ماريو. بس انا بلش قرمه
بخبرني شو عم بيصير مع اخواننا السوريين بلبنان؟ ملاحظين انهم مفكرين كل اللبنانيه مخابرات؟ عم تحسوا هالشيء؟ تسال واحد بتقول له انت مع مين؟ بيقول لك الحمد لله. انا مع الجيش الحر ضد القائد المفدى الزعيم الدكتور الكبير بشار الاسد. تحسبا انا؟ بس احنا اللبنانيين نفس الشيء كمان راكدين ورا السياسيين مقلهينهم مددنا لهم وهن ناس طبيعيين مثلهم صح؟ بيشربوا بياكلوا بيتغدوا بيناموا بيعملوا سكس نفس الشيء. متخيلين شو مرة السياسيين عم يعملوا سكس؟ إذا تخيلتوهم بطلوا تلحقوهم بحياتكم تراست مي. وليد جملات متخيلينه عم يعمل سكس؟ يقبروني سقانك رقبتك قرقوش الدينتك البنكرياس. على ايدك عم تسكسكيني هون على ايدك لفوق على ايدك لفوق على ايدك برمي هيك برمي هيك برمي هيك ايه عندك 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 برمي هيك غازي غازي كبسة من هون كبسة من هون غازي برمي هيك برمي اكرم اكرم كبسة من هون اكرم برمي برمي تعي لهون تعي لهون تعي فوق مني تعي فوق مني تعي فوق مني تعي فوق مني او بطلع انا فوق منك بطلع انا فوق منك فلنفعل اسلوب الكلب الدوغ ستايل لاكثر ولا اقل. خيلوا سليمان فرنجية عم يعمل سكس بده خمس ايام ليطبقها سليمان باي. يعني انا بدي اقول لك شغله انا بدي اقول لك شغله انا بدي اقول لك شغله اول شغله انت مره طيبه جسمك حلو اكثر واحد مرتب بيناتهم بالسكس بحس وئام وهاب بتشلحي وما بتشلحي والسور مايتي سما انت واخرتك والسور مايتي سما انت والسور مايتي والسور مايتي اسرع واحد بيناتهم بالسكس بحس نبيه بري خلص مش الحال ها واكثر واحد ثانك يو واكثر واحد بيطول بيناتهم اكيد الحكيم لانه بعيد البوز خمس مرات. بعد بعد لفوق 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 لتحت قربي قربي بعدي بعدي عم تسكسكينا عم تسكسكينا عم تسكسكينا عم تسكسكينا. تخيلوا محمد رعد عم يعمل سكس بيتقرب منا محمد رعد. لابد لك بأن تلعقي وأن تجدعي وأن تتذوقي النقانق الشهية ما يسمى بالهدوك. من هو أباك؟ Who's your daddy؟ أكثر سياسي بينبسط بين كل السياسيين بالسكس أكيد سعد الحريري. ما عم بعرف إذا عمال روح ولا عمال إجي. شو عم تعمل؟ يا ماريو عم تقفل الكاس؟ يا زلمة كم مرة قلت لك؟ مان كم مرة قلت لك لازم أنا كم مرة قلت لك لازم تخفف الكول؟ ليه؟ ما بتعرف إنه الكول عدو الإنسان؟ بس الدين بيقول لك أحبوا أعدائكم. بعدين ليه الكول بيعمل لي بايسبس. الكول بيعمل لك بايسبس؟ انا مبعصر بكون مولع والعانه وشرب بكره وبلش بايسبس بلش. ليه قلت له انه بحبه؟ ليه وعدته بالزواج؟ ليش تفرخت عليها باخر الليل؟ ليه 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 بيطلع لي دنكورة هون ودنكورة هون. طب هاد لنحضر تلفزيون هاد بدك تحضر صراحة الريموت عندي معلق على الاو تي في. شو او تي في؟ معلق خربان من زمان. شربك هشام يا خيي هاد نحضر او تي في هلا او تي في ار تي كزان عنا اعلى عنا تحضرنا او تي في برامج الولاد. لك يا خيي برامج الولاد هاد احضر كذا دوحة الاحلوة كذا دوحة كمان.
يلا كلنا سوا نشرب اورانج مهما العالم قالوا فيتامين سي ما بنرضى بداله نشرب اورانج مهما العالم قالوا فيتامين سي ما بنرضى بداله عنجور يا حلوين عنجور يا اطفال لبنان العظيم هلا تني رح نستقبل صبي صغير كتير مهضوم رح نلعب ونغني ونحزر حزازير نحن وياه هلا تني صار واصل عنا على استوديو بس يمكن في شوية تأخير ما عليه معذور نحن أبدا ما منعصب أبدا حتى لو صار في أخطاء على الهواء جنيال عنجور يا صغير عنجور كيفة؟ جود سبا؟ سبا شو الشعرات الحلوينة؟ ثانكس شو الاسم؟ اسمي عماد عماد عاشت الأسامي ثانكس شو اسم العيلة؟ عون عماد عون شو اسم البابا؟ اسمه ميشيل لا عماد ميشيل عون؟ كيف سعبيت؟ كيف سعبيت؟ طب شو اسم الماما؟ جبران عماد والله مش لهالدرجة مجبورين حبيبي والله مش لهالدرجة طب ليك عيمو حبيبي شو حابب تعمل لما تكبر لما تصير كبير شو حابب تعمل ايه لما اكبر صير كبير بدي اعمل بوف هيك شو يعني بوف شو يعني بدي اعمل ضابط بالجيش اللبناني برافو تحية للجيش اللبناني بما انه بدك تصير ضابط بالجيش اللبناني عماد شو رايك انا وياك هلا نوجه له تحيه للجيش اللبناني ونغني سوا نشيد الوطني اللبناني نشيد الوطني اللبناني حافظوا حافظوا ايه يلا منغني سوا اوكي عونك جاي من الله يا لبنان الغالي واسمك طالع يتجلى ويلمع بالعلالي برافو كلهم حافظين النشيد الوطني اللبناني برافو هيك هشام كثير غسيل دماغ بالاوتيفي خي ليه غسيل دماغ هيدا غسيل دماغ كثير غسيل دماغ ايه مزبوط عاملين لنا غسيل دماغ بدير جنرال بوم 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 ايه شو بدك تحضر هلا حتى لي الام تي في ام تي في انا بحضر كازادو كرمال ابني كرمال مين بتحضر من الاستوديو انت كرمالي مين الاستوديو كرمالك هشام كل شيء بعرفك بيرفير مين مش حاضر من الاستوديو لا لا حطه وين بدي احطه محل ما بتمشط مين الاستوديو يقبرني بونجور لي بيتيز انفان بونجور تو المون بونجور لكل اللي عم يحضرونا من كل لبنان من الاشرفيه من الغابيه من كل ضيعة لبنان من صيف فيليج من بيت مسك من تلة ركز الصامدة لزيتونة باي الأبية ودبي فيليج حكيم هاي بونجور توا بونجور كومون تو تابيل جي تي 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 عيلة كبيرة من حراجة اللي احنا Est-ce que tu es content d'être avec nous ce soir? Oui, c'est ton ville, les Bénins, Ronton, les démocraties, on va en puits, on va en puits, c'est ton ville, MTV, Ronton, suivi le NAH, on va en puits, on va en puits. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tous qui nous regardent? À ma douce France, les dimanches, danse. ومثل مين بدك تصير بس تكبر؟ بس اكبر ويصير شاب بدي يصير مثل عمو سامي جميل بتعرف تقلد لنا اياه؟ كثير هين عمو سامي بضلني مثل ما انا لحاله بيطلع عمو سامي جميل نحن بنرفض سياسة حزب الله بالداخل نحن بنرفض المحور السوري الايراني مش كل واحد يفتح دولة على حسابه جيني ميني سيني سيني شوكولاتة خلاص بستحي خلاص طب انت ليه جيت على الام تي في ليه جيت على ميني استوديو انا جيت على الام تي في لانه كلهم 14 ازار مشان هيك
خالص ابس ابس ابس. لا يا صغير ما تقول هيك. شو بدي اقول؟ الام تي في مش لحدا. لمين؟ الام تي في لكل الناس. الام تي في لإلك، لإله، لإلنا كلنا. اوكي الام تي في لإلنا كلنا. ايه بدك ترقص معنا رقصة الدلتا؟ رقصة الدلتا تبع القوات؟ ايه سبب رسمة. يلا. اوكي. طريقة. كيف بتغنيها؟ بتغنيها هيك يو بوت يور رايت هاند اب يو بوت يور ليفت هاند اب يو دو ذا بوجي بوجي يو شيك عرفتني حياتي. شو بدك تحضر؟ لك المنار عندهم شيء للاولاد؟ لك المنار عندهم بروجرام للاولاد اسمه المنار الصغير. صغير؟ حضرته من جمعتين خفت. صغير انا حسه كبير يا هشام. ماريو فاتو ولا انا عم حسه كبير يا هشام. ماريو فاتو تعا لعن الله اعداء حزب الله واسكنهم في نار جهنم. نبدا حلقتنا بكلمه الاخ المناضل الرئيس حسن روحاني يوجهها من أطفال إيران الأوفياء إلى أطفال لبنان الأنقياء. خشمي ما رحدي دا شاشميران شاختيارا من أطفال إيران إلى أطفال لبنان إسرائيل شر مطلقا شاشما وكبنا وبارك يا سيد. الله يخلي لي اياك يا حاج. انا كثير مبسوط انك معي اليوم بالحلقه والله العظيم وكثير حلوين دناك مع قصه الشعر. الحمد لله. الله يخلي لي اياك دائما بتزيد اخلاق ونطفي على البرنامج. انا كثير مبسوط. اقل واجبات. منبلش الحلقه حاج. يلا. والله يا اطفالي منبلش باول حلقه من المنار الصغير. انا باخذ اول اتصال. الو مين معاي؟ الو السلام عليكم. مين معاي؟ الو السلام عليكم عمو. وعليكم السلام. مين معاي؟ كيفك عمو؟ الحمد لله يا غالي. مين معاي؟ معك عمر من الطريق الجديدة. عم بقطش الخط فعلا. عم بقطش الخط عواصف رمدية. عم بسمعك واضي عشان عشا. معك عمر ومعي خيي الكبير ابو بكر. نحن من بيت العيدين. نقطع الخط. نقطع الخط من وراء العواصف يعني للاسف. ان شاء الله بيظبطوا خلاص. معليش شو العالم يا حاج؟ طفل بريء شو ذنبه اذا اهله خلفوه هيك؟ معك حاج. اتصال اخر. الو مين معانا؟ الو السلام عليكم حاج. وعليكم السلام. معك علي من حاره تحرير. حبيبي يا ولوجه يسعد لي مساء. تحية لك ولأهل الحارة وجنوب الصامت داحل المقاومة بوش برانجك علوشة. الحمد لله رب العالمين. كيفك انت يا حاج؟ الحمد لله يا غول. لك على راسي انت خيل راسي والله. ليه انت على راسي؟ الله يخلي لي علي. قول يا حاج. يسلم لي البراءة بصوتك حبيبي انت. قديش عمرك حبيبي؟ حاج انا عمري سنتين ونص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عم تتخيلوا بهذا الحجم وهذا الصوت الجهوري الجبار. يعني حاج شو بدي اقول لك؟ انا اول ما سمعته لعلي تخيلته مقاوم وطاقه جوزته جديد بعد العلوشه. فعلا فعلا. علوشه قول يا حاج. حفظت الغناي تبع الجمعه الماضي؟ هلا صراحه انا حلقه الاسبوع الماضي انا ما حضرتها. ليه ما حضرت؟ لاني كنت عم بقاتل بالزبدانه. علوشه عمرك سنتين ونص وعم بتقاتل كيف؟ ها ايه حاج ما انا مسؤول فاجر يوب بلد.
كيفك الله كيفك الله مدرع صغير فظيع علوشة بيتشقلبوا هيك وبيفجروا الله يخليك علوشة قول يا حاج بس حافظ الغناي ولا مش حافظ الغناي طبعا يعني كل اغاني المقاومة حافظها يلا سمعنا بالاصفر عصبتوا جبيني بالاصفر عصبتوا جبيني تفضل في غنية انا واخواتي الشباب يلا جمعوا ببعض يلا حسين حسين عيط العبيس وتعوا انا هون انا هون يلا واحد اثنين ثلاثة بالاصفر عصبتوا جبيني ومشيت بموكب حزب الله أنا حملت سلاحي بيميني أنا المدعوم بنصر الله ما هذا الصوت؟ علوشة قول يا حاج هيدا أخوك حد منك ولا معزاي؟ لا حاج هذا خي حسام هذا الكورس كورس؟ علي حبيبي المرة الجاي ازروب الكورس بالحمام وقت بدك تغني على راسي حاج حاج عجبتك الغناي؟ غناء بهيل حلو صوته؟ رائع يعني بتنصحني السنة الجاي اشترك بزفوس؟ زفوس زفوس كيس زفوس كيس سياسة تبع الأطفال البراعم البراعم براعم الأطفال طبعا حاج هلا نعتبر انتصرنا طبعا طبعا لمين حابب توجه النصر العظيم يلي سجلته بهذه الحلقة هالانتصار العظيم اللي تحقق عندكم على الهواء بدي اهديه لأخواتي الشباب حسن وحسان ومحسن محمد وأحمد ومحمد وعلي وقاسم وجعفر وكامل وذوالفقار وعلي الكبير وعلي الكبير علي الصغير علي الوسطاني حسن واحد حسن اثنين حسن ثلاثة علي بين الكبير علي بين الكبير وبين الوسطاني وعلي الكبير يا علي معليش في بعض الفئات رح تستنكر هلأ ما عندك إخوي بنات يا خيم بلا أنت طول بالك بأني جايك بالحديث ولأخوات البنات فاطمة وزينب وحوراء وزهراء وعلي وقاسم وجعفر وكامل وذوالفقار وحيدر وحيدر وعلي وحيدر علي وحسن وعلي وحسن علي خلاص يا علي علوشة إعلانات يا علي في إعلانات علوشة علي ما شاء الله كم واحد انتو بالعيلة؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ صاحب مطلع علوش فعلا ظريف ظريف علي بعد السؤال حبيبي 148 بلا الماما والبابا 148 ان شاء الله كلكم بتكونوا شهداء في ذا المقاومة يا علوشة من تمك لباب السما يا حاج اسعد لي مساك علي لن تذهب معنا خائبا او خالي الوفاض كله تربح معنا دعوة لشخصين نعم لشخصين لحضور مسرحية الأطفال البريئة المقاوم الصنديد في مجمع الرويس الدعوة عامة حزب الله طب لحظة لحظة ما زالت دعوة عامة عشان تربحني علي لو بتسد بوزك وبتفرح بالجائزة شو بيكون أفضل الله يخلي ليك يا حاج نحن خلصت حلقتنا انا كثير مبسوط انك موجود معي بتزيد اخلاق ولطفي على البرنامج وان شاء الله كل الاطفال تكون تعلمت من علوش وتحفظ غنيات من غنيها انا وياك انتبهوا ما تقبوا بمستكات على طريق المطار ما تقوصوا من بعض ما نخلص انا والحاج بنشوفكم الجمعه الجاي ولا بنسمع الغناي تبع الجمعه الجديده تفضل في فيا فروت قابلناهم فيا فروت عن بيروت بعثناهم عن بيروت قوموا من الهرمل قوموا من العلمة قوموا يا أطفال لبنان قوموا إكراما طريق ساركة تفضل حاج أولك بياخدوني كراكلة كلا ليك يا شام نعم يا حاج هلا أنا صرت حاجة يا شام لا بس ما ننسى جمال هلا أنت ابنك بتحضره المنار الصغير أكيد من بعد ورقة التفاهم حضرته المنار الصغير ايه صار معه صفيرة وقفنا بعدين أنت صار لك ساعة شو بحضر ابني وما بحضر ابني روح اتجوز جيب أولاد حضرهم شو ما بدك ليه بدي اتجوز؟ لا خي ماشي حالي كثير مبسوط الحياة حلوة وسعيدة كله تمام ليه بدك لا 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 كيف هالحديث؟ لازم تتجوز ماريو الزواج بجنن أنا عم بقول لك أنا تجوزت وبعرف المرة بقلب البيت بتشاركك مشاكلك بس أنا ما عندي مشاكل ما أنت بتتجوز بيصير عندك مشاكل بتشاركك ياهن هي هيك بتصير يا خي حدا بيفهم شو بدهم النسوان يا هشام ما النسوان كلهم مثل مريم نور ما بتفهم عليهم شيء
الدجاجة بتقعد على 10 بيضات مسكرة تما مقبورة، المرة بتقعد على بيضتين ما في شيء بيهديها. هيدا انت ولا مريم نور؟ ايه ده مريم نور. ماريو مريم نور، راح اعطيك سر الزواج من الاخر، اتكل علي. في شغله وحده بتنجح الزواج. شو؟ المعامله. اه وفي شغله وحده بتفشل الزواج. شو؟ المعاملتين. ماريو خلص اقعد، انا راح جوزك. امبارح فتت على محل شفت مره، بس شفتها قلت هيدي عروس لابو المور حبيبي، بس شفتها قلت هي خرج ابو المور، قلت هيدي عروسته، هي مرته لباقي العمر. شيء قوي، شيء كثير قوي. شو جسم، شو جمال، شو اخلاق، شو صيت. ماريو كل اللي ناموا معه بيشكروا فيها. شو بيت وحياتك، بس شفتها قلت لماريو، بس جربتها قلت اكيد. بدي لسك ليك المعلومات كلها من وين بتجيبها؟ من قال مين؟ قال هيدا قال. هاي اليوم رح اخبركم معلومات اول مره بتسمعوها بحياتكم. أول معلومة لليوم معكم خبر إنه الكرة الأرضية مبرومة جديدة. تاني معلومة لليوم معكم خبر إنه 50% من البنات اللبنانية ما بيصير معهم شيء بحادث السيارة لأنه إرباقهم منهم وفيهم. آخر خبرية واللي هي أهم معكم خبر إنه 99% من الناس اللي بتموت بتوفى. مين قال إنه معلوماتي سخيفة ومبين بهلي؟ أنا قال بشوفكم next week. thanks. حلو التي في مان، حلو التي في. نزل لي خيي منار وما منار وبرامج للولاد خيي اليوم عشية كذا والعينة عنا أحلى عالم خيي، حتى لنا شيء هيك شيء حلو شيء سكسي. سكسي؟ اه بدي أحضر أخبار. لا بدي أحضر أخبار. ماريو بدي أخبار. أعطيك كسان خيي وبارم راسنا وكذا وعنا ضيوف تحضرنا أخبار. أوكي أوكي سفرحت على الأخبار. هي زيت على الأخبار. أنا شو بدي أخبار وأنت شو بدك؟ سكس. حط لك أخبار فيها سكس؟ كيف هاي؟ أخبار الـ MTV؟ تاتيانا فخوري. يا قبرنا هيدا اخبار. يا حياتي. مساء الخير. اسعد الله اوقاتكم من قناه الام تي في، اليكم نشره الاخبار. هذه نشرة الأخبار ولا نشوة الأخبار؟ ما زالت مظاهرات الحراك المدني تشعل وسط المدينة، وديو جديد يقحم الشاشات يوميا، فمن بعد موفق وحكى المحكيم نينا وريدا بطرس رجا ورودار. مروا رح يفكروا عم تعمل لي شيء لقلت. الآن طلة جديدة للديون عمي محفوظ وحنا غريب للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. يا جميع أهو يا جميع أهو ونربع تدور رجيش ونتكلم عليهم زمتا تحضر صحة زمرة جزاني على اللي مساري ونعمل أولينا أحد عمي ونعشيك ومحد عمي ونعمل محد عمي ونعمل. عم نتكلم معكم بكل هدوء. هناك فساد مستشري، فساد الدار الرسمي، فساد الدار العقاري، فساد المرفوع، فساد الزيتون بان، فساد المدارس، فساد الجامعات، فساد اي مكان. وكل هذا الفساد يؤدي الى حشوب. سيطلعون على زمانات حشوب. النقيب المتقاعد الذي لم يموت. بيضة الابان، حن وغريب، عطية. تعليقاً على المواجهة بين المتظاهرين وقوى الأمن، معنا حصرياً ومباشرة على الهواء معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق. Thank you.
من معي. معك ساديانا فخوري من الام تي في. ساديانا حبيبتي والعان الجو، يلا تعي بعدي منزل عنيني يلا. معالي الوزير بعدك بميكونوس؟ هي ميكونوس، انا حاليا في ايبيزا ويسلم لي لفتة ايبيزا. طيب معالي الوزير انتبه كتير لحالك، نحن خايفين عليك، يعني الاوضاع باوروبا مش منيحة. الله يطمنك حبيبي لا تخافي، انا بين ايادي ناتاشا. اميني اميني اميني. يلا ويجل 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 ويجل. شكرا معالي الوزير نهاد المشروب، عفوا المشنوق. اخيرا عاد الرئيس الجقل سعد الحريري. يا قبرني جماله، يا قبرني جسدك وطوله. شو عرفك؟ عفوا شو عرفك انه بالي طويل؟ عفوا. وسكسوكته. يا قبرني سكسوكتك. شو عرفك؟ أخيرا إلى بيروت، وكان له التصريح الآتي من قاعة لبيان. دبيتها. الحمد لله رجعنا على لبنان واجتمعنا مع رئيس طيار المردى سليمان بيك فرنجية، وكان حوار مثمر. شفته لسليمان بيك وقلت له وقال لي رجعت قلت له بعدين قال لي كلمة كتير حلوة حفرت بقلبي رح أتذكرها لولد الولد. قال لي كلمة رائعة رح تفرحكم كلكم. قال لي لزقت وحدي دغري وراها. الحمد لله رجعنا وجبنا 3 مليار لمساعدة الفوج المجولة، عفوا الفول المدمس، الفول تبع العسكر، الفوج المجول. هيدا هو الحمد لله. وجبنا مساعدات بموضوع الكهرباء والمي كرمال المستنومين. لا عفوا الموماموميل، الموناموميل. لا يا مو يا ومين؟ موماموميل. مو يا ومين؟ موناموميل. لك خي مو يا ومين؟ هيدا الموتيليوم، جبنا مساعدات للموتيليوم الحمد لله. وبموضوع الشأن السوري جبنا لهم بطانيات، غسالات، فرشات، بطاريات للبيع، غسالات للبيع، حديد للبيع. قاعد قاعد فؤاد فؤاد. بدأت صباح اليوم ضربات قوات التحالف العربية لمواقع الحوثيين، وقد أفاد شهود عيان عن وقوع عدة انفجارات. إجا تبع الدليفري عملت لي انفجارات ببنطلوني. وفي مواقع التنظيم مسفرة عن وقوع العديد من القتلى والجرحى. والآن وقفة مع الإعلان. كارلو مصر على الشرق. المهم كيف بتطفيها؟ ها؟ جاي لعندي. اجي. معك باز؟ لا، باز معي. ما اسألكن انتو الشباب. يقبرني البدرة توم فورد. وفي الشأن الفلسطيني، وفي الضفة الغربية جرت مواجهات دامية بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين استعمل فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والتخينة والرفيعة. ننتقل إلى الزميلة أمال شحاد في القدس المحتلة. نعم، المواجهات الدموية عادت إلى الواجهة.
بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي. ذهب ضحيتها أكثر من 170 قتيلا من الجانب الفلسطيني. وسط استنكار من الحكومة الفلسطينية قابلها قلة مبالاة من الحكومة الإسرائيلية. ولكن كل هذا تبدل بعد إصابة جندي إسرائيلي بنوبة ذعر لدى تلقيه حجر على خوذته، مما استدعى تدخل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي جدعان زبرون، الذي رأى أنه يجب أن يتدخل اللواء جولاني تحت أمرة الجنرال شيمون تياز، الذي بدوره رأى أنه لا داعي لإنزال جولاني ومكانه إنزال شنتاني. أمل شحادة من مدينة حيفا. شن ضايعة؟ وقيت شميتة. يعني ما فيك تكفي بدونها؟ أما الآن وفي الشأن الرياضي ننتقل إلى تقرير مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. نعم يا للروعة لذات، تلك الكرة أعزائي المشاهدين على المستطيل الأخضر، قمة القمم بين الكلاسيكو المعهود ريال مدريد وبرشلونة، بين ليو ميسي وكريستيانو رونالدو. ميسي ميسي ميسي، شنو هذا يا ولدي؟ ممتاز في الضربات الركنية، ممتاز في الضربات الثابتة، مهاري في ضربات الجزاء، ولكن كل انجازات برشلونة والله ما تساوي شيء أمام روعة كأس العالم. أين أنت يا ميسي من الكأس وحلاوته؟ أين أنت من الكأس وروعته؟ أين أنت من الكأس وطعمته؟ أين أنت من الكأس ورونقه؟ يا طوشتنا يوسع. حدا بيحضر اخبار ليشوف شو صار، انا بفضل احضر ليلى عبد اللطيف تشوف شو بده يصير. التاريخ يشهد مع رجا ورودولف. رودولف فوت رودولف شو بك بضلك تعيط؟ فوت عكا فوت. لا الي جيب لك وحده ثانيه. هاي الي حطيت الكرسي. انا قلت نقعد على كرسي وحده. لا ما فينا نقعد على وحده. يلا مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج التاريخ يشهد. سيدات التوقعات الاولى التي قلبت المقاييس في العالم العربي وفي لبنان، كلنا سوا من زائف للست ليلى عبد اللطيف. يا ديفا اهلا وسهلا فيك يا ديفا ليلى عبد اللطيف الديفا. شو هالفستان؟ كثير بحبك انا. شو هالبردايه الفستان الحلو؟ حلوين ثيابك كثير. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. كيفكم؟ ملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف، لنا شرف تكوني موجودة معنا. لما كتبت انا ورودولف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام انه ليلى عبد اللطيف معنا، كل الفانزات تبعك سوري كل الفانزات كتبوا نيالكم معكم الفاشينيستا. ليلى عبد اللطيف شو بتردي على لقب الفاشينيستا؟ لقب الفاشيتيستا كثير بعتز فيه هيدا. شو لا مش ليول ليول مش فاشيتيستا، فاشينيستا بالنون.
اوكي انت لانك فاشيتيستا انت معنا، بس انت فاشينيستا يعني كل العالم تحكي عن ثيابك، كل النساء بس تطلع ليلى عبد اللطيف على التلفزيون بتقول اسم الله شو لابسه حلو، مين المصمم اللي بيلبس ليلى؟ ما راح اقول كلهم بيغاروا مني كلهم ليك بيغاروا الليلة الممثلات والاعلاميات كلهم عبالهم يعرفوا مين المصمم اللي ملبسك، مصرف لبنان؟ لا مش مصرف لبنان. ليه؟ لانك طالعة بتشبه الخمسين الف الجديدة. قد ايه حلوه النكته مش عارف. سوري تحمست. لحظه اجيني توقع هلا بهاللحظه تفضلي. لكل يلي تضحكوا على هالنكته بتوقع لكم يضربكم لقوي انتوا طالعين من هون، بس ما تخاف راح تصحوا دغري. ليلى عبد اللطيف، خلينا دغري نبلش نفوت بالتوقعات السياسيه اولا. ليلى عبد اللطيف شو بتتوقعي للمرشح لرئاسه الجمهوريه سليمان بك فرنجيه؟ سليمان بك فرنجيه رئيس المرتبه موجه له تحيه من له جود لك بالانتخابات الرئاسيه. سليمان بك ناطرينك بالمطعم ومسيو. سليمان بيك فرنجية بتوقع له توقع كتير مهم هلأ، بتوقع له وبقول له أنه أخيراً رح يقول شغلي. كيف يعني؟ ما فهمت. ما هو بضل يقول شغلي رح يقول شغلي أخيراً. خلينا دغري من التوقعات السياسية نروح للفنية. شو بدنا بالسياسة بروح التوقعات الفنية؟ قلت لي في توقع كتير قوي لصديقك الفنان أيمن زبيب. الفنان أيمن زبيب اللي هو صديق لنا لدولفا، كنا عم نأرجل الجمعة الماضية سوا وعم نتغدى من قله أيمونتي مبروك الألبوم الجديد سيوسون. الفنان أيمن زبيب يلي هو عزيز جدا على قلبي أنا ويكبته ب... لحظة عشر قلب. أنا ويكبته بكل مراحله لأيمن من بداياته المتواضعة، من أول ما بلش كان أيمن حصرم لحد ما صار أيمن عنب، وهو اليوم أيمن زبيب منشوف حالنا ومنكبر فيه. بتوقع له لأيمن يصير أيمن نبيد. رائع توقع حلو. من الفنيات الشعب اللبناني بتعرف كتير بيخاف من الانفجارات والاشتباكات. شو بتتوقع ليلى عبد اللطيف بالنصف الثاني من 2016 بالنسبة للوضع الأمني؟ الوضع الأمني اللي هو صديق لإلي بالوجود. شو صديق لك الوضع الأمني؟ حتى صدفني مش عارف أصحاب عندك بيض بدك بيض حي الله. الوضع الأمني كان صديق. قلت لك معصب، صرت ألف مرة قلت لك أنا معصب وهرموناتي عم تلعب لشخص. اتس اوكي اخذ دواء اخذ شيء وقعت لك انه راح تعصب بس رح تروح. سوري وضع الامني معليش. الوضع الامني انا مش شايفي ابدا في خط. لحظه هي بالقلب صار لي ساعه. الوضع الامني ما في شيء خطير ابدا الحمد لله خير. ما في شيء خطير انما شايفي دم. دم وين شايفي دم؟ غمرني لودولف حميني. شايفي دم هون باستوديو حدي. وين شايفي دم؟ شايفي دم وين؟ شايفي دم اند دمر. لك سائلي بحلشك عن شعرك بخرمشك. اوكي بحلشك اوكي حلوه حلوه. لا فعلا شايفي دم. شايفي دم بطرابلس. الله يستر. شايفي دم البترون. شايفي دم بصيدا. نقصنا الصيفيه. شايفي دم بسور. نقصنا. شايفي دم بجبيل. شايفي دم ببيروت. الله يستر. شايفي دم ببعلبك. شايفي دم بالهرم. لحظه جيتك؟ جيتك رؤيا؟ يا ملكنا ليلى ومليلى واخبار واولاد يا خي ارتين كسان وسهرانين عنا عالم يا خي. حط لنا شيء سكسي شيء حلو يا خي. حط لنا ايه شو هيدا فيديو كليب لمريم فارس يا منيح هلا انت بدك صوتي ولا بدك شي.
أكيد إن شاء الله. توشتني توشتني مريم فارس، فعم فكر روق راسي مع مين؟ مع علي الدين. في بيت القرى والمتواضع رح استضيف بكل حلقه ضيف بتحبوه، وضيفي بحلقه الليله خيي وصديقي وشقه صدري وقره عيني وفتيله ضلوعي والسوده النيه تبع مصاريني، بنكرياس عمي، قورمه ستي، وبيت الغنم تبع جدي، زقفه كتير كبيره لخيي برضاعه ابو وديع. لتحيي يا ابو وديع يا خيي، شو ساكنك يخرب بيتك؟ لك يا جريس كل حلقة كان أول حلقة. لك ليش عم تبالغي؟ لك جريس وحسيتها كثير. محمد قلبك عمي، فينا نبلش؟ الحمد لله صارت أحسن، الحمد لله. صرت أحسن؟ الحمد لله راقت، يلا أبو وديع فوت في عيني نظرك يا أبو وديع، ها جمهورك كله ناظرك. حبيبي علي جاي إن شاء الله. جمهورك ناظرك بالعراس إن شاء الله. هذا الجمهور بحبك. هذا الجمهور بالأخلاق. راس علي اذني اذني الجمال انفخذت، فخذت لي اذني جمالي علي. ما عم نرحب فيه. يخرب بيتك يخرب بيتك، وين بقعد؟ تفضل البيت بيتك، بتقعد وين ما بدك. عيني ربك، حضروا له حضروا له، احلبوا له البقره. يا عيني ام الياس حضري له الدبوله. ان شاء الله صارت احسن. ابو جوزيف شو حبيبي صرت احسن؟ بسم الله بسم الله بسم الله. خرب بيتك. لا ما شو حكينا؟ خرب بيتك شو اخذك؟ شو هاد؟ ان شاء الله مرتاحة، ان شاء الله مرتاحة معنا بالليل. بسم الله. علي علي مين هاد؟ شو بتعمل يا علي؟ خرب بيتك شو هاد؟ لا شو صار يا علي؟ ليش هيك يا علي؟ ليش هيك يا علي؟ شو صار؟ ليش هاد حكي له هاد؟ شو حكي الزلمة بعد؟ بسم الله على حسابك بدك تدعوسك. حتدعوسك. خلص رح تدعوسنا كلنا رقي. الحمد لله.
علي شو ها؟ شو بدي؟ هذه جريس. شو عم؟ جابوا لي اياها مشكورة إدارة الجديد لتقدم معي البرنامج. شو بتعمل؟ طلعت بس بتضحك. بس. شو ما حكيتها بتضحك. بس. لا بتسأل ولا بتنسال ولا بتزيح من درب السحيلة. خرب بالك. خلص تقلق لحالة بتخوفني إذا كل مرة بدي أحكي كلمة تضحك شيلة. ما بدك إياها؟ لا شيلة. ما انت بتضحك بس شيلة بخليها شيلة لك مهضومة شيلة خلينا جريس بالجمهور فوتي انت لشو بخير خلب بيتك رؤية علي رؤية علي رؤية علي فوت وعلي فوت ولعلي عفوا خرب بيتك عفوا عفوا خرب بيتك انسجمت بطفولتي عفوا ابو وديع خليني ربك يا ابو وديع حبيبي يا علي هات جمهورك ابو وديع جمهور حبيبي ان شاء الله دائما بسمعهم ما يزيدون ما هون ودائما ان شاء الله دائما بيكون معهم الحمد لله ودائما نعم من عند رب العالمين حب الماما وحب رب العالمين حب الماما والله سبت أبدأ قدام بعطيهم 500 دولار إذا عمالي فهموا علي كلمة يا علي لا كلمة أبو ودي أبو ودي جعلين. مثل العادة مع كل ضيف نحن منبلش نخبر عن طفولة الفنان طفولة الفنان وأنا وياك وتربينا سوا بتتذكر أنت بالحقولة أنا ربيت وقت كنا نركض بالمراعي أنا وياك أنا ربيت أنا أنت وقت كنت تمشي بالزلط أنت أنت ماشي بالزلط يا علي تتذكر وقت كنت تفنتر على الشجرة أنت فنتر على الشجرة أنت فنتر على الشجرة تتذكر وقت كنت تاكل سبل البقر سبل البقر من أخيرك أنت أكل سبل البقر وقت كنت تاكل حميضة أنت تذكرت الخرمبة ما بتتذكر خرمبة عليك وعلى جابني على العلقة ولا علي أبو وديع جيد بهدف خبر العالم عن طفولتنا المشتركة أنا وياك أي طفولة مشتركة أنا وياك أنا من كفرون أنت من اللاسية بحياتي ما شايفك أنا عم بقدر تلفزيون قلت لهم مين هذا المعاز قالوا لي هذا من عندكم من سوريا بحياة نور الله عم خبرك حبيبي وينها؟ وين الدجاجة؟ جايب لي دجاجة على الاستوديو يا علي؟ أنا جايب لك دجاجة هو البرنامج مزرعة بحد ذاته اقعد خرب بيتك هذه الدجاجة خي حسين أبو ودير شو بتعمل؟ هذه الدجاجة ربياني مع خي حسين يلا. لدرجة بتغني له لما تضمك على صديري دجاجة بتغني له دجاجة بتغني له إيه دجاجة بتغني له الله يرحمه الله دجاجة بتغني له إيه يلا سمعيني صوتي دجاجة خليت دجاجة غني له من اخوك حسين حبيبي غالي حبيبي حلوة ابو وديع ابو وديع هذه الدجاجه مو بس بتغني شو بتعمل هذه الدجاجه بلديه بتشيل 29 بيضه بالاسبوع بالاسبوع 29 بيضه بالاسبوع بالاسبوع ايه بالاسبوع بالاسبوع 29 بيضه 29 بيضه والله العظيم ابو وديع والله العظيم بحلفك بالغالي ما بتفل من هون قبل ما ذوقك بيضاتي بدي طعمي صباطي بدي دوخك صباطي ولا علي وحيات نور الله بيعمل حالي وبيمشي وحيات ربي قصدي بعدات البرنامج ابو وديع بعدات البرنامج لا تفهمني غلط ابو وديع شو يا حبيبي هادي الجمهور شو جاي يعمل هاد جاي يسمعك عم جاي يسمعك عم بتغني والبرنامج اسمه غني لي تغني لي تغني لك هادي الجمهور جاي يسمع ابو وديع عم بغني هادي الجمهور جاي يسمعنا عم نحكي هادي الجمهور جاي يسمعك عم بتغني يلا شو ما يسمع جاي يسمعك عم بتغني قديمك لانه قديمك بدوم جديدك ما بده يعني بده يسمع لمنويه بتعاتبني على كلمه بتعاتبني على كلمه غنيه بتعاتبني على كلمه يلا الجمهور حبيبي على ان شاء الله ودي هذا الجمهور ناطرنا بتغني بتعاتبني على كلمه يا علي يخرب بيتك شو بقول علي طلعك على كتافي بورم فيك بيتك شو بدك يعني حط مرايه واحكي مع مرايه شو جايبني اعمل يخرب بيتك حلقه معك ولا معي خلاص لنغني عم نعمل من قيمتك لعند اختها لقيمتي ولا علي شو بدك اسمع بتعاتبني على كلمه بتحاسبني على غلطتي بعرفها بعرفها غنايتي وحياه طول الله غنايتي 30 سنه مغنيها علي وحياه ربي بعرفها بعرفها للغنايه ما بساعدك خرب بيت ساعدني ما هديه وهاد هادي بيكانتو خلاص فوت اعطانا البابي مول اعطينا البابي مول تدي مول رح غني معك يلا فوت ايه. عيني ربك فوت يلا ولي بتعاتبني ايه غنايه رومانسيه علي مش تمعيز رومانسية علي نسمع الغنية فوت لا تبني على كلامك تبني من غير تفكير حسبني لغلطة انت يا مغلوط ديبتي فوت قلبي زفت يا عيني بتعاتبني على غلطة بتعاتبني على كلمة انت يا مغلوط كتير صمرة واني الحطوطة عيني ربك فوت يلا يا عيني على الان شوف سبحان الله هدول ليك هدول اصحابي من قبرص بيسلموا عليك عم يحضرونا بقبرص لا سمعوا صوتك من هون من الاستوديو يخرب بيتك ولا علي يخرب بيت الساعة وطاطية معك بابك الاستوديو
في الجزء الأول من مسلسل لو. لو قصة امرأة تخون زوجها مع عشيق وسيم، صاحب جسد رياضي وقدرة استثنائية في السرير. لو غمضتنا فأصبحت تشط رجلتها عندما تراه وتسرغس عندما يداعبها. أما في الجزء الثاني وصل الطمع عند تلك المرأة إلى حد عدم الاكتفاء بعشيق واحد، فأصبحت تخون عشيقها مع عشيق آخر لا يملك أدنى المواصفات، فأصبح اسم المسلسل ولو. أنا التحقت بداعش وليس من أجل الحرية بل من أجل الحورية. نعم. لا مش رح أترك هلأ، ما رح أقدر أترك هلأ. عم يدفعوا لي $800 آكل شارب نايم نايم. خلاص ما تبكي، بوعدك بوعدك فجر حالي مرة واحدة وبرجع على البيت. اعذريني يلا، بعتي لنا شي صحن معكرونة، أنا جوعان، أنا عندي مهمة مع أبا جودة الدوريتي، برجع بحكيكي. يلا باي. أبا جودة الدوريتي. نعم. لماذا تأخرت يا أحمق؟ يا أبا كرش الحدادي، كنت أغازل معزاة في أسفل الوادي. معزاة؟ ألم يكن اختصاصك الحمير؟ يا أخي قلت أغير على ضرسي قليلاً. ذكرني شو كانت المهمة؟ مهمتنا أن نجلب نساء في سبيل جهاد النكاح. نساء لجهاد النكاح، وأين نجد أمثال تلك النساء؟ هناك في أسفل الشارع يوجد ناد ليلي كله فاسقات فاجرات ماجنات. تعال نختبئ هنا ونداهمهن في عقر فجورهن. تعال فلنلط هنا ونداهم المكان بحثاً عن صيد سمين. معك انت؟ شو بتدفع؟ معك بدفع؟ قلت لازم نشتب مصاري؟ لا معك ببلاش، لانه شو هالجدل انت؟ هيوكا مش حيب الدولار، تاخذ اورو؟ اورو بنيعك صلينا، ما في سواع، ما في شيء. يا إلهي نادين، لا I can't believe it. داعش 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 على الأرض يا الأرض يا الأرض يا نحن نداهم المكان. أرجوك ما تخافي، أنا بحميك. دوريتي. نعم. صف الكفرة والزنادقة صفا واحدا، الأيدي فوق الرؤوس. صفا واحدا والأيدي فوق الرؤوس. هيا 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 أنت 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 وراها أنت أمامها أنت أنت. هيا. دوريتي. واحدا
أعطني المواصفات بدقة لكي نختار من للذبح ومن للنكاح. كله للذبح، أنا للنكاح. أنت خرسي، أنت خرسي، مش لأنك حلوة تأسلي عرارنا. شو هيدا؟ ارجعي. لا لا ما تستعمل جمالك. لا كتير حلوة مش قادر. شو هالسان هيدا؟ ألسان ولا حرام هيدا؟ خلاص أعطيني المواصفات، عجل. مسكسك الرجلين، مايكي، غبي المظهر، مايكي، يضع سائلا على شعره ويرتجف كالورقة. شو بنعمل فيه؟ إنه ما يدعى بالزقليت للذبح. ذبح حيا، ذبح ذبح ذبح. مايكي كنت خرج نايكي. خرسي خرسي، ما بتحكي ولا كلمة انت هون. حمراء الرأس، سوزي، حلساء ملساء، يا عقربة، أكره المسطحات. ذبح يا أختي، I love you يا أختي. صفراء الرأس، لينا، قنابل مضيئة من فوق، لينا وبوالينا، وشبكة صيد من تحت. والله بخاف تفقع فينا. ذبح حكيت لينا كرمالي هيدا تبحر. ما تفكر مرة ولا مرتين، شو بدك بفشل سلمان هيدا؟ ما تحسري على قرارنا هيدا للدبح. ما تحسري على قرارنا، رجع لورا، رجع، مش لأنك حلوة تفكر رح نرد عليك. أنا بقرر. أعطيني مواصفاته. إيه زمككم يشبه الضفدع، تنسيق ألوان غريب للغاية. شو هيك؟ نو 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 نو، سيعجب المعلم. نكاح نكاح. ألف مرة نكاح ولا كلمة الله يرحمه. انكحوه هنيئا لك. أنا شو؟ شو هذا؟ شو هذا؟ شو هذا؟ معلم نكاح نكاح. خايزة مطلع. أرأيتها يا أبا كرش؟ إنها حجم عائلي. أنا كومبو جامبو. دورايتي. نعم. صورها صورة وبعتها للمعلم، فرجيها الصيد الثمين. ما بدك سلفي؟ شو يعني؟ هلا معكم بتصير سلفي. منيحة. حكي حكي. بدك لايكات أكتر؟ ايه. حطه بتمه. أنا شو بعمل؟ أنا أنت كمان لك شو حلوة طالعة. هلا إذا بدك لايكات أكتر؟ ايه. نيكمك. منتظرين الآن أمام آلاف المشاهدين. بيك أنت عم بحكي مو أنت شو خصك؟ عم تسبي له أمه. أقوى أقوى عم بحكي مو أنت ما خصك. أقوى أقوى. شو قلت؟ كمك كمك نيكمك. ما بتعرفي تقولي طوي كمك؟ لايكات أكتر. إيه فهمت. صار لك ساعة بتحكينا عن اللايكات قوية على الفيسبوك أنت وليه؟ أنا أقوى وحدة على الفيسبوك. والله شو بحط صورة بلايكوني؟ مرة حطيت صورة على البلاطة تقوط النوم، في واحد لايكني البلاطة. دورايتي جيب لي هالكرسي، ستخضعين لتحقيق طويل وقاسي. أوه طويل وقاسي. هادي وليه هادي. هادي اجلسي يا مومس. بحب. يا زانية. يا فتاة الليل. ولك شو ضربتك هلا؟ ما كان بك شيء، شو صار لك؟ شو بك؟ مضرورة. ليش واكلت؟ أكلت حمامة غير مطابقة للمواصفات. شو بنعمل فيها؟ حلو المنظر من عندك ديما. شو اسمك وليه؟ ما عرفتني انا مارياكا. لك الاسم، اسمك الثلاثي مارياكا. لك اسمك الحقيقي شريفه. حلو. والعائله بحلو منيح. لما تجوزتي واحد من بيت عشي. شو كان صار؟ شريفه بحلو عشي. حلو كثير. بس ما بتحكي لك كلمه. شو عرفك يا اصلا؟ بس فتشتي جزدانها مزبوط. شو هاللون الحلو هذا معلم؟ شو هيدا؟ لا 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 انا عن شد. بعده ولا لبسه. عرفته. إنه قناع لحفلة تنكرية. حطوا أكثر تحديداً إنه قناع الرجل العنكبوت. هو ما يعرف بسبايدر مان. سبايدر مان؟ أيوة أنا بموت بسبايدر. أيوة أناطر سبايدر أنا. أيوة نقفه نقفه معلم نقفه. كيف طالب؟ نسع لي إيه؟ عن شد بعده ولا لبسه ولا ولا لبسه. عن شد؟ فيني ألبسه أنا؟ هلا بس خلص أنا. يلا شو عم تعمل؟ شو؟
قرب. شو؟ رائحة القناع غريبة. يا ويلي أنا بشو هيك؟ لا ولا لبس عن جد نظيف عن جد ولا لبس. رائحة كريهة. لا. شو هذا وليه؟ شو هيك؟ هذا منه ماسك. شو يعني؟ هذا سترينج. شو يعني؟ سليب. شو يعني؟ لك شنتان. شنتان بالجزدان؟ شنتان بالجزدان هي مسرحية لمروان نجار. حلوة كثير معلم. حافظها. بس اثنين مهضومين مثلنا هيك. شو بعد فيه بالجزدان؟ هم ألفا. شو بعد فيه بالجزدان؟ شوي. لا مثل معنا يلا. شوي. حبوب لآلام الرأس. هيدول حبوب لمنع الحمل. شو يعني بليه؟ هلا استعملتهم أمك ما كنا وصلنا لهون. أمك وأمه أمك عمك. بس شو بعد ما أغلط طلع. شو الألوان الحلوة هيدي شو عم بلمع. شو هيدا بليه؟ شو؟ بوالين؟ فخون. فخون؟ حطه براسك بعد في سقعة بالجلد. فينا؟ إذا ماني من السقعة. إذا ماني غلطان إنه ما يعرف بالواقي الذكري. شو الكندوم. كندوم؟ كندوم عزك. شو يعني؟ كندوم واقي ذكري. ليش معك هالقد وليه؟ كنت رايحة برحلة. رحلة؟ لوين؟ عكحلون. كحلون؟ كحلون؟ عند مين؟ عند ستي. ليه ستك بعدها عايشة؟ عند ست رجالي عابل ستي. عند ستة؟ ست رجال. رايحة رحلة. ليك شو هالحلوة يا ده؟ شو هاي؟ مشان هيك اخذي معك زوادة؟ موزة؟ لا هيدا سلولات. سلولات؟ كيف بيحكوا في هيدا؟ ايه اجاك اتصال ما بتحكي ولا كلمة انا برد. الو 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 ماريوكا مخطوفة. الو الو ما حدا عم بسمع شيء. الو تركوا هيدا شيء خاص. خاص ناس؟ لا هيدا خاص مص. حط 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 وليه؟ الاغراض المشبوهة كلها بالجزدان شو قلتي لنا بتشتغلي على المزبوط؟ انا فنانة استعراضية. ايه فنانة استعراضية سامح. لا 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 سوري انا استعراضية. استعراضية شيء انا استعراضية في فرق. شو يعني؟ طب شو يعني استعراضية؟ مش لعمرك خالتك. مش لع شو يعني استعراضية وليه؟ بعدني عم قصد فيهم لهلا. شو يعني استعراضية؟ يا اخي خلص شو يعني؟ انتبه اذا برج منموت ثلاثتنا. روح يعني روح عليها روح. شو يعني استعراضية؟ قولي لنا على رواق. خلص شو بدك؟ غفي غير سؤال. شو يعني استعراضية؟ هيدا باب رزق. شو يعني استعراضية؟ شو يعني استعراضية؟ واحد اثنين يعني ش. ما تقتلوني ما تفصلولي راسي عن جسمي. لا 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 عن جد؟ نعم. وش المهمة؟ سنرسلك لجهاد النكاح. شو حلو؟ مين بيجي معي؟ شو يعني؟ سترفهين جنسيا عن المقاتلين في أرض المعركة لأجل قتال أفضل. كم واحد أنت؟ مش كتار بعدنا 60-70 واحد بالنهار يعني. 60-70؟ إيه؟ بالنهار. بالنهار؟ نعم. رجع الشغل. صار عندي عنكبوت هون. رجع الشغل. يا حرام. مع مين ببلش؟ مجانية. إذا مفكرة حالك شغل وبشغل إنها مهمة مجانية. إيه بس عم نوضح لك. نعم. روح العاب أنت ويا ما في شيء ببلاش حبيبي هلا. بلاش يعني ببلاش. بلاش يعني ما في شيء ببلاش. يعني ببلاش. أوكي أوكي. أول 70 واحد بعتبرهم جاست. تفهمي. بعدين بنحكي بزنس. تفهمي. برافو عليك. بلش معك؟ لا لا ما في داعي أنا ويا عنا مهمة أكبر منك بكتير يا حشرة أنت. والله. شوفي أهم مني. سنذهب بعد قليل ونفجر نفسنا ونتمتع فوق بين الحوريات. نعم نحن صاعدون لدى حور العين في جنات الخلد. أنهار من لبن وعسل متعة لا تنتهي. صدور عارمة وفخاذ مالسة. تعالي أيتها الحورية وديني إليك في رحلة طويلة. ستوب فيكتوريا سيكريت فوتوا لجوا. شو وين راحت الحريات؟ هيدا وهم حبيبي وهم. وين عايش انت؟ هيدا وهم. اول شيء الحريه ما لنا فوق الحريه بالبحر.
حرية بالمحل. هذا شيء جزء، الجزء السفلي من الحرية سمكة. شو؟ يعني ها؟ لا 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 عفواً، عدي عروية رجع عيد شو قلتي؟ الحورية من هون لهون سمكة؟ نعم سمكة مثل المليفة واللقز وهيك يعني؟ سمكة سمكة يعني؟ يعني الشباب اللي فجروا حالهم سبقونا وطلعوا لفوق ولا ضربة؟ انقرطوا. يحرق حظ يا أمي، ينعل حظك، أنقذتنا هذه المومس. طب ليك ايه طالما طرقنا يا تعي فوتي معي يلا شرفك. بس ليك قبل جوعانة بدي آكل. شو بدك تاكل؟ دليفري. دليفري وين فكره حالك وليه؟ ليه؟ قبل ما اكل بدي اكل مينيموم يعني. انا نجيب لها ايدي في صحن معكرونه شغل الوالده بعثت لي اياه. معكرونه؟ كلي من الوالده؟ نعم. اي ريب امك بتستعمل؟ بعدك شو قلتي؟ بعدك قلتي؟ شو خصك انت اقوى؟ عم بحكي معه انت ما خصك؟ خلينا الان. ما خصك؟ شو هي هاي؟ اي ريب امك بتستعمل؟ الموت بالعين. شو طبخة أمك؟ معكرونة. المعكرونة بشو بيطبخوها؟ مع صوص أو مع؟ رب. رب. أي رب أمك تستعمل مع المعكرونة؟ أي رب أمك تستعمل مع المعكرونة؟ أنا صوص بلانش مع شامبينيون. فوت فرجي الصوص بلانش مع الشامبينيون. فوتي فرجيك الشامبينيون ترلالله جوا. فوتي فوتي نقطي. انت سريع ولا بطيء؟ اوه بعدني مركب 4G. تيربو تيربو. ايه يا ريتك 1G. لا انا بيجي بتصير 4G. تا تا وينك ريكي تقرب. شو بك؟ تا هلا بتهرب. تا مش شايفها مليانة اوبئة؟ تعرف تستعملونها؟ لا. تفتحوا. ايه. حطوا فوق من فوق. ايه. من فوق بس. من تعرف. فوق. ايه شو بقدر؟ حط 6 كنادين فوق بعض. 6 كنادين؟ طيب ما تخاف مش مطول انا وياها يعني قصتنا بدها 5 دقايق. تعال يا ايها الفاجر اصوريك قوة الدواعش بهذا الكندوم المكندن عندما اضعه بالفم. لك يا معلم ما عم بفوتوا براسي. راسك؟ وليه من فوق مش راسك يا اهبل؟ انت من فوق. لك زيح وقف وراي مثل ما انا عم بعمل عمود. لك هيدا انا بتشبهها من وراء.